المرة اللي فاتت واتكلمنا عن مواصفات الفرخة أيوة السليم، وحضرتك وعدتنا في الحلقة دي ان انت هتتكلم عن الفرق بين الفرخة المستوردة، لان المجمد فيه نوعين، في نوع مجمد محلي وفي نوع مجمد مستورد، والفرخة الحية اللي ربة المنزل بتروح تشتريها من السوق. ايه الفرق بينهم هما التلاتة بقى؟ هقول لحضرتك اولا في المكونات والفوائد الفوائد عموما الفوائد الغذائيه اللي فيها، سواء بروتينات فيتامينات كده. تمام. وتوضح بقى ليه الـ المواطن او ربة المنزل مصممه على الحي. بيني وبينك هي لها حق. يعني ست البيت لما بتقول لك انا ما اجيبش غير الفرختين بتوعي من عند الرجل وهم صاحيين واشوفهم بعيني، ويا ريت تطبق اللي انا قلته عليه المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت، هنا تفحص الفرخه قبل ما تاخدها. ليه بقى؟ لان كده بتتذبح قدامك بتصفي دمها كامل، لا اي ريزيديو اي بواقي دم في الفرخه بيخليها صالحه ميديا صالحه للبكتيريا تنمو عليها. تمام. وتاذي المستهلك بتاعها. اما النهارده الفرخه اتذبحت قدام عيني وصفت دمها كله واتنضفت قدام عيني، وما اكتفيش بنظافتها هنا بروح البيت كمان ست البيت بتروح البيت تاني تغسلها كويس وتنضفها كويس جدا وتبتدي تقطع وتشتغل بقى، وبالخل والليمون وكل حاجه كده، كل العناصر الغذائيه كما هي كما هي، من اول البروتين للفيتامين للمينرال لكل اللي انت عايزه، بخيرها زي الفرخه بحالها دي الحية. دي الحية اللي هي تدبحت قدام عيني وخدتها ست البيت وقطعتها ونضفتها وسلايتها بألف هنا. تمام. فيها كاملة كل حاجة. تمام. نيجي ننقل للحتة التانية. الفرخة اللي هي هي الحية واتدبحت هنا واتجمدت هنا في مصر. واتجمدت هنا في مصر. اه. اتجمدت هنا دي بتدينا شيء من الأمان شوية. اه. ليه؟ لان احنا زي ما انت عارف احنا بنذبح على الشريعه الاسلاميه، واول شرط في الدم في الذبح ان الذبيحه تصفي الدم بتاعها بره، وده ينطبق على الفرخه وينطبق على الخروف اللي بنذبحه في العيد، ينطبق على اي حيوان وكله، اي ذبيحه هناكل منها لازم تصفي دمها كله. ولذلك يعني المحظورات اللي بتتعمل الدينية اللي على الذبيحة في منتهى الأهمية لخطورة الموضوع، لازم يكون السيف حاد جدا، لازم حاد جدا وتصفي الدم صافي وترفص كويس جدا قدامي. لو ما رفصتش يبقى لسه في دم جوه في اللحمة، هو كده غلط، اكلها غلط. نيجي بقى لحتة المجمد بقى. احنا في مجمد عندنا محل بتاعنا بيتاخد المزارع ويتذبح من بيروح احنا عندنا بسم الله ما شاء الله دلوقتي مجازر اليه بدات تزيد وتنتشر والحمد لله في نمو، يعني بتزداد مع الوقت. وفي احنا لما احيانا بيحصل عجز، لو ان احنا الحمد لله بقى لنا سنتين ثلاثه اربعه عندنا شبه اكتفاء ذاتي، ما بنحتاجش من بره، ما بطلنا نستورد 98% بنستورد اللي هو الفراخ المجمده تقريبا.